أهني الجميع بنجاح فعاليات التمرين، وهني المخططين وهني المنفذين على ما أبدوه من احترافية وإبداع في التخطيط والتنفيذ، والذي بدوره انعكس على مبدأ العمل المشترك الذي هو أحد أهداف هذا التمرين، والقيادة والسيطرة للوحدات في البحر وفي البر بمختلف الوحدات البحرية التي شاركت في التمرين من الجانبين. كل ذلك ينعكس على الأمن البحري وحرية الملاحة في الممرات الدولية، والذي هو من أهم اهتمامات قياداتنا الرشيدة في البلدين.